مرحبا، رجعنا وياكم بفيديو جديد بوصفة حلوة. اليوم راح نسوي معجنات السبينج والسبيناخ. طبعا حضرت، راح نبدي اول شيء بالعجينة. راح نسويها، هاي خليت هنا 5 كوب طحين، وعندي زيت زيتون، هذا زيت زيتون، وعندي ملعقة ونص لبن، وعندي حليب باودر، طبعا هذا حسب الرغبة، وملح. هاي خمرت الخميرة مالتي جاهزة هي طبعا، وراح نبدي. راح اخلي هسه الحليب الباودر، راح اخلي ملح، راح اخبطهم زين. خلي الخميرة اللي هي جاهزة، طبعا خليتها تقريبا نص كوب مي، خلي اللبن، اكيد راح تحتاجين مي اكثر، فخلي يمج مي دافي مو بارد. راح اخلي نص زيت الزيتون حاليا، بعدين راح اكمل على البقية. خلي مي على كيفك حتى لا تفرط العجينة من عندك. بدت تتماسك، راح اعجنها وارجع اشوفكم الشكل النهائي للعجينة مالتنا. خلصنا العجن، راح اشوف لكم النتيجة النهائية للعجينة مالتنا شلون طلعت. طلعت بهالشكل هذا، راح اخليها تختمر مدة ساعة ونرجع نكمل وياكم بقية الخطوات. وبعد ما اخلص هاي راح اسوي السبيناخ اللي راح نحشيها المعجنات بيها. رجعكم بالخطوة اللي بعدها. رجعنا بالخطوة الثانية اللي راح نحضر بيها حشوة السبينج. طبعا جبت سبينج جاهز، بس هم رجعت نظفته وغسلته وهو جاهز. طبعا ما قطعته، خليته مثل ما هو لان ما اريد يخرب وياي، ففي فيتامينات فمن تقطعي تروح، فخليته مثل ما هو ورق. حضرت البصل والملح والتوابل، راح اكتب التوابل بالفيديو وراح اقولها هسه. راح نستعمل 7 بهارات: فلفل اسود، كزبرة، دبس رمان، زيت زيتون، وراح نستعمل اخر شيء الرمان. هسه ايش راح نسوي؟ راح نخلي البصل على السبيناخ مالتنا، راح نضيف تقريبا ملعقة ملح، وراح نبدي وما نسيت انه نخلي سماق فيها. راح نبدي بهالشكل نسوي السبيناخ بهالشكل ايدنا لحد ما يطلع المي منها. طبعا البصل والملح راح تسوي مفعول حلو ويانا.
راح ابقى اسوي هيك لحد ما يطلع مي السبيناخ كلها، وبس اخذ الخضره مالتها وارجع وياكم بعد ما اكمل حتى لا نطول بالفيديو عليكم. طبعا هي بدت تدبل مثل ما تشوفون، ارجع وياكم بالخطوه اللي بعدها. مثل ما تشوفون شوفوا ايش صار بيها. هسه احنا راح نعصر، ناخذ كميه ونعصر بايدنا بهالشكل، نطلع المي منها وناخذ بس هاي الخضره بس، تبقين بهالشكل لحد ما نخلص. نرجع بالخطوه اللي بعدها. هاي صفيتها من المي جهزت، طبعا بقت خضره مثل ما هي، بس طلعنا المي من عندها. وهسه راح ابدي اضيف التوابل. المرح الملح ما راح اكثر لان اوريدي احنا خلينا بالبدايه. راح اضيف فلفل اسود، سبع بهارات، كزبرة، راح اضيف الرمان. طبعا هاي هم تصير سلطة، اللي يحبها مثل السلطة بكيفه. راح اضيف دبس الرمان وزيت الزيتون. نرجع نشوف شلون راح نحشيهم. راح اضيف السمار، طبعا اني سويته كلش ناعم مثل ما اللي نخليه على الكباب والباتشا، وكل ما تكون مالحة تكون اطيب. راح اخلط كل شيء ونرجع نشوف شلون راح نحشيها. طبعا هاي تصير ايضا مثل السلطة، واكو ناس يخلون كمون كيفكم انتو، ومو غلط كلش طيبة تطلعهم بالكمون. هاي سويتها بهالشكل، شوفوا شلون طلعت. طبعا منها سد مبينة تخفض. راح نرجع نحشي ونشوف شلون راح نسوي العجينة مالتنا. هاي رجعنا حتى نحشيهم، شوف عجينتنا شلون طلعت. طبعا طلعت كلش حلوة مثل ما تشوفون. راح نبتدي نسويهم اقراص، دوائر بهالشكل، طوبات. شوي طلعت كبيرة. نرجع بالخطوة اللي بعدها ونشوف شلون راح نحشيهم. رجعنا بالخطوة الأخيرة اللي راح نحشي معجنات السبيناخ مالتنا. بس دا احركهم بالطحين حتى لا يلزقون. راح تسويهم دوائر. طبعا ما راح تمسحيهم شيء لان احنا مخلين عجنين العجينة بزيت الزيتون، ما يحتاج لها اي شيء. راح نضيف الحشوة بهالشكل. اشفي ايدك حتى تقدرين تسوين العجينة بشكل وتلزق حتى لا يكون بها اي مي. مثل ما تشوفون هاي سوينا بهالشكل مثلث. اكو ناس تلزقهم على بعض، اكو ناس تخلي الاطراف طالعة. طبعا بهالشكل تطلع احلى.
هاي سويناها بهالشكل، وراح نخليها بالصينية. وأني عالق الفرن على 400 أعلى شيء، أو أعلى شيء عندك، وأني علقتها على 400. راح أخليها، نرجع نشوف شو راح تطلع وين. راح أخذ أسوي كم واحدة قدامكم. أشوف إيدي حتى تنلزق زين وياي، شوفونه أول طرف، بعدين نجمع هذني بهالشكل. صارت بهالشكل. تقدرون تسووهم أصغر كيفكم أنتو، ثاني لأن مستعجلة وعندي شغل فسويتهم كبار. الحشوة ايدينا ايضا، شوفوا نجمع اول طرف، بعدين هذا سهلة كلش، نثبتها زين، نخليها بالصينية ونرجع نشوف شلون راح تطلع ويانا معجنات مالتنا مال اليوم. وهاي النتيجة النهائية لمعجنات السبينج اللي سويناها اليوم، طلعت بهالشكل هذا. واتمنى تكون عجبتكم الوصفة، ونشوفكم وصفة ثانية ان شاء الله. باي باي. هاي مثل ما تشوفون خلصت، طبعا طلعت طرية كلش لأن زيت الزيتون يخليها هالشكل، وحتى الملح. راح نفتح واحدة ونشوف مثل ما تشوفون شلون طلعت. شوفكم فيديو ثاني، واتمنى تكون عجبتكم.